لو عملتها سويسرا تبقى المفاجأة الوحيدة في ماتشات دور ال 16. المنطقي والطبيعي لو مشينا حسب بقية المواجهات ان البرتغال حظوظها اكتر. نشوف احمد وبلال شايفين ايه، وهبتدي باحمد. مواجهة البرتغال وسويسرا النهارده بتشوف تحتمل تكون فيها مفاجآت، ولا تتوقع انه البرتغال هتحافظ على حظوظها في المنافسة أنا ان كانت هتنافس يعني؟ انا شايف ان المباراة دي اصعب مباراة للبرتغال في البطولة. البرتغال لو كسب المنتخب السويسري هياخد كاس العالم. خد بالك البرتغال جايب ملحق، دي حقيقة. يعني مش برتغال يعني، لا يعني نحترم برونو فرنانديز ونحترم كريستيانو ونحترم كله، كريستيانو وروبن دياز فرقة محترمة جدا، بس أنا يعني أنا مراهن على البرتغال في إنهم ياخدوا على كاس العالم. لا فعلا مراهن على البرتغال فعلا. مصمم. قصاد مين؟ أرجنتين ولا برازيل؟ قصاد الفردة التانية هيقابلوا البرازيل. هيقابلوا البرازيل. إن المربع الذهبي هيبقى ده لو رونالدو وميسي يبقى نهائي. لا البرازيل. أيوه البرازيل. ما البرازيل هتقابل الأرجنتين في قبل النهائي. البرازيل أرجنتين. قبل النهائي. هيقابلوا البرازيل. النهائي يعني فاينل. أنا فاكر قبل النهائي. لا فاينل هيوصلوا هيلعبوا. بس لازم يعدي من فرنسا. إسبانيا ويعدي من فرنسا أو إنجلترا. هو هيعدي من المغرب مش من إسبانيا إن شاء الله. أو المغرب طبعا. المغرب إن شاء الله. يا ريت يا ريت طبعا. ولسه المغرب بلاني مضيعه جول يعني، ما انفراد صريح يعني. هو ده اللي بيلعب عليه. هو عشان كده انا ابتديت كلامي قلت انه الماتشات دي من الربع فرصه. صح. يعني ماتشات الربع فرصه تحتاج قدر كبير جدا من التركيز من اللعيبه، خصوصا لو انت بتلعب منتخب زي اسبانيا ما بتجيلكش تاني. هو كمان دلوقتي هنشوف بقى في الشوط الاضافي التاني بتبدا المنتخبين يحسبوها حسبه تانيه. يبدا يقول لو انا مش هكسب ما اخسرش، فيبدا بالظبط يبدا بقى يلعب توازن ويقول بقى انا وحظي في ركلات الجزاء واللي يحصل يحصل بقى يعني زي لكن لو رجعنا لمباراه سويسرا والبرتغال زي ما قال احمد، مباراه صعبه جدا على المنتخب البرتغالي. سويسرا في المجموعه عملت مباراه مميزه جدا يعني، يمكن فازت على منتخب الكاميرون وفازت على منتخب صربيا وخسرت بصعوبه كبيره جدا من منتخب فرنسا بطل العالم، وكان ساعتها من البرازيل. البرازيل في المجموعه سوري خسرت من المنتخب البرازيلي في المجموعه. فسويسرا هتلاعب البرتغال النهارده الاثنين نفس المدرسه تقريبا، منتخبين اوروبيين زي ما حضرتك قلت يا استاذ احمد. البرتغال مش في افضل حالاتها، جايه من صعبه بملحق مشاكل موضوع كريستيانو رونالدو، حتى ماتشاتها في البطوله ما طمنش. بالظبط. وكمان بس المدرب بتاع البرتغالي سانتوس يعني ذكي، لان البرتغال التشكيله بتاعته. بص انا هقول لك حاجه بلال بمنتهى الصراحه، انا اوقات كتير جدا بختلف مع احمد في نتائج وتوقعات، بس هو الحقيقه بيبقى يعني النتائج لما بتحصل بعد كده بيثبت لي دايما برضو انه عنده حته كده رايحه لبعيده. بيروح لشيخ كويس. الناس فاكرين بروح لشيخ فعلا. لا يعني انا بشوف ان المدرب بيتعامل بطريقه ذكيه. هو هيجي في المباريات الكبيره ويقدم وجه مختلف والبرتغال بتعرف تدافع. ايوه. وعندهم اللي يعرفوا يجيبوا جول. طيب قبل ما اروح للماتشات بقى اللي الناس كلها يعني الكوكب كله، هو طبعا البطوله كلها حلوه ما فيش نقاش، واحده من اجمل نسخ ككوره يعني، من اجمل نسخ كاس العالم. ماتشات، المفاجآت، المنتخبات الصغيره ونتائجها قدام المنتخبات الكبيره، كل ده الحقيقه ادى البطوله طابع الى حد كبير جدا مختلف. لكن اللي هيزود من حلاوه البطوله دي هي مواجهات دور الثمانيه، لانك انت عندك كلها تعتبر ماتشات نهائي مبكر. اي ماتش من دول تقدر تعتبره فعلا يليق بنهائي كاس عالم، وخصوصا عندك فرنسا وانجلترا وهولندا والارجنتين. يعني ممكن تقلل شويه، ولو ان انا مش هتفق معاك، بس انت ممكن تقلل شويه من مواجهه البرازيل في كرواتيا، لكن بقول لك البرازيل مرشح اول وكرواتيا وصيف النسخه الاخيره، فبالتالي برضو مباراه من العدد الثقيل. اما لو المغرب في مواجهه البرتغال او اسبانيا في مواجهه البرتغال، ففي كلتا الحالتين مباراه من العدد الثقيل بالنسبه لنا احنا كعرب وكافارقه، لانه المنتخب المغربي لو وصل دور الثمانيه بالتاكيد هتكون اهم مباراه لينا كجماهير كره افريقيه وعربيه. ولو اسبانيا برضو في مواجهه البرتغال هيبقى كلاسيكو كده غرب اوروبا، لان هم بينهم برضو حركات ولا ايه؟ صح. فهتبقى مباراه جامده جدا. بس انا عايز اعرض عليكم قايمه مجهزينها في سادسه النهارده باصغر، عشان الحته دي مهمه جدا وتفرق معايا ان احنا نستفيد بيها هنا في مصر. فكره ان احنا نغير النظره النمطيه عن سن اللاعب اللي احنا بنقول عليه لاعب صغير او بنقول عليه لاعب من الناشئين. نستعرض مع حضراتكم قايمه باصغر اللاعبين المشاركين في بطوله كاس العالم النسخه 22، ونشوف اعمار لاعبين بيشاركوا في منتخبات كبيره جدا زي
المنتخبات المنتخب الألماني زي المنتخب الأسباني زي المنتخب الأسترالي ونشوف اللعيبة دي عندها كام سنة وإزاي وصلت إنها تشارك على المستوى الدولي مع المنتخبات الكبيرة دي في بطولة بحجم بطولة كأس العالم. يمكن نغير شوية من الصورة أو الانطباع اللي موجود عندنا إنه اللاعب يبقى ناشئ وهو عنده 22 و23 و24 سنة.